العام كانت واحد الموجة ديال النكف اللي تنسميوها بالدارجة الناس كاع تيهضروا له اثنين اللي الوليدات تنفخوا لهم هذه الغدة الطرقية إما جهة واحدة ولا جوج جهات. وخصنا نعرفوا بأنه كاين واحد اللقاح ضد هاد النكف. كذلك نعرفوا بأنه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبلادنا المملكة المغربية عندها واحد البرنامج ديال التلقيح اللي هو برنامج رائد اللي تيضاهي البرامج ديال التلقيح ديال الدول المتقدمة. ولكن هاد اللقاح بالذات ديال النكف ما كاينش في البرنامج ديال التلقيح. وهنا تناديو وزارة ديالنا باش يدخل هاد اللقاح في البرنامج ديال التلقيح باش يستفدوا منه الأطفال المغاربة. خصنا نعرفوا كذلك بأنه الأطفال اللي تيتلقحوا في القطاع الخاص فهاد اللقاح موجود وتلقحوا. وشنا أنه الأغلبية الساحقة ديال الأطفال اللي شناهم واللي زارونا في العيادات فما كانوش ملقحين ضد هاد الفيروس اللي هو الفيروس ديال ليزوريوم. هاد الفيروس هذا ديال النكاف تيقدر يكون خطير يعطينا التهاب السحايا ولا من بعد يعطي العقم. إذن فتنعرفوا بأنه السياسة الصحية فهي مبنية على الوقاية وأحسن وسيلة للوقاية هي اللقاح. الأعراض خصنا نعرفوا بأنه في غالب الأحيان الأمور تدوز مزيان. بعض الأحياء تدوز مزيان إذن ما تيكونوش المضاعفات اللي قلنا هما الالتهاب ديال السحايا هما يكون نفخ عنده في الحجر ديالو يكون حمرار. هنا تنخافوا انه من بعد يكون عندنا العقم. إذن تنعطيو ادويه ضد الالتهاب ولكن الا ما كانتش حراره ما كانش التهاب للوزتين ما تنعطيوش مضاد حيوي لحقاش هذا فيروس. إذن فاللي خص نعطيوك نصيحة للوالدين الأمهات والأباء هو أنهم يتمموا اللقاح ديال وليداتهم ولا عنده ولكن هذاك باش تصاب. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.